بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نمر بمراجعة سريعة على شابتر الرقم واحد، ونركز على النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها في المحاضرات واللي هي أساسية في هذا الشابتر. طبعا هذا الشابتر بيحكي عن What is Multimedia، مقدمة عامة عن الملتيميديا. في البداية حكينا عن تعريف الملتيميديا، قلنا هي عبارة عن Any combination of text, art, sound, animation and video، وهي الخمس components الأساسية للملتيميديا. ممكن يكون عبارة عن عنصرين أو أكثر. إذا استخدمنا عنصرين أو أكثر إحنا بنقدر نحكي عن البروجكت اللي إحنا عاملينه هذا عبارة عن ملتيميديا بروجكت. لكن لو كنت أنا مستخدم نص مثلا لحاله هذا مش ملتيميديا بروجكت، لأنه ملتي معناها متعدد، ملتيميديا وسائط متعددة، فبالتالي إحنا بنستخدم وسطين أو أكثر في المشروع على أساس إنه نحكي إنه إحنا عاملين بروجكت أو عاملين ملتيميديا بروجكت. delivered to the particular by أو اللي هو particular user by computer or other electronic or digitally manipulated means. يعني هذا المشروع أو هذا البروجيكت ملتيميديا بروجيكت نوصله لليوزر أو للمستفيد النهائي منه من خلال جهاز الحاسوب، من خلال نفترض مثلا جريدة، نفترض من خلال مثلا شاشة التلفزيون، موقع على الانترنت، يعني بأي طريقة مناسب ممكن احنا نوصله للإند يوزر. فالملتيميديا بتتضمن التكست، الاوديو، ستيل ايمج، الانيميشن، الفيديو، وحديثا او مؤخرا اضيف لها عنصر الانتراكتيفيتي. لأن لما نيجي نحكي انتراكتيفيتي او انتراكتيف ملتيميديا انه انا بسمح للاند يوزر او للمستخدم النهائي انه يعني يستعرض البروجكت، لكن هو اللي بيتحكم to control what and when the element are delivered. يعني هو بيتحكم متى، تمام، وكيف، متى وكيف هذا العنصر بيتم عرضه أمامه. بشكل بسيط جدا ومثال عليه ضربنا اللي هو موضوع الألعاب الإلكترونية أو اللي هو بنسميها ألعاب الفيديو. أنا بتحكم بسير الأشخاص والبيئة اللي موجودة في هاي اللعبة من خلال الضغط على الأزرار. أنا اللي بتحكم في إنه يمشي، يجري، يطخ مثلا، يعمل أي أكشن معين من خلال اللي هو الإند يوزر. الملتيميديا ديفلوبرز اللي هم الناس اللي بيحاولوا، تمام، أو بيشغلوا، بيحاولوا هاي الملتيميديا، بيحاولوا العناصر لشغلة meaningful، شغلة إلها معنى، project إله معنى. يعني الآن عندي صوت، عندي صورة، عندي نص، عندي فيديو، لما أجي أنا أجمعهم مع بعض، تمام، وأطلع منهم بمشروع إله معنى meaningful tapestries، شغلة منسوجة بشكل صحيح جدا وسليم، هذا بنسميه اللي هو الملتيميديا ديفلوبر، اللي هو مطور الملتيميديا. وإحنا متفقين إنه المطور مش هو الشخص اللي بيعدل على شيء موجود، تمام، في عالم الاي تي. المطور هو الشخص اللي بيطور الفكرة، بيبني الفكرة، بيطلعها للواقع، تمام. فهو حيشتغل من الصفر على مشروع. الهايبر ميديا حكينا هي عبارة عن اللينكت مالتي ميديا، لينكت إليمنتس. يعني لما أجي أنا يكون في عندي صورة وأسمح لليوزر، the user can navigate. navigate يعني إنه يتنقل من مكان لمكان في داخل المالتي ميديا بروجكت، تمام، زي الدروس التعليمية لما نكون إحنا عارضين أو موجود في هذا الدرس أكثر من فيديو، أكثر من صورة، أكثر من ملف صوت، وفي أزرار بتتنقل بين هاي الإليمنتس، تمام. أنا بحكي عنها هايبر ميديا. كمان موجودة على الإنترنت، the best اللي هو الورد وايد ويب، the best example of hyper media application. يعني أنا بتنقل من صفحة لصفحة، صفحة بلاقي فيها فيديو، صفحة بلاقي فيها مثلا صورة، صفحة بلاقي فيها نصوص أو خليط من هاي الأشياء، فبالتالي هاي بنسميها هايبر ميديا، اللي هي الملتيميديا أو الميديا المترابطة أو المتشعبة اللي أنا بقدر أتنقل فيها في داخلها من مكان لمكان تاني. أضغط على الصورة أو على البتون على الزر ينقلني لعنصر تاني أو لصفحة جديدة. الآن لما نيجي نحكي اللي هو
ملتيميديا وانتراكتيف ملتيميديا وهايبر ميديا. الملتيميديا زي ما احنا متفقين انها هي عبارة عن الكومبينيشن اوف ديجيتال مانيبيوليتد تكست جرافيك ارت ساوند اند فيديو اليمنت. الان لما انا اجي اسمح للاند يوزر انه يتحكم في انه وات ام وين ذا اليمنت ار ديليفرد متى وين حيعرض هذا العنصر او حيبين، انا الان عملت له انتراكتيف ملتي ميديا. مثال تاني على الانتراكتيف ملتي ميديا، ممكن نيجي نعمل مثلا لاب الكتروني، مختبر محاكاه سيميوليشن بيحاكي العمليات او التفاعلات الكيميائيه. انا بحط العناصر ونتيجه اللي هو الاكشن اللي انا عملته بيطلع نتيجه. البرنامج ما راح يتصرف لحاله، حينتظر مني التصرف عشان يعطيني هو النتيجة في المحصلة. فهذا بنسميه interactive multimedia. لكن لما أنا أجي أعطي linked elements زر بيروح على مكان، صورة بضغط عليها بتطلع لي على فيديو مثلا، أو بتروح لي على الشرح تبعها أو على نص، هذا بنسميه hypermedia. لأن احنا وين بنستخدم الملتيميديا؟ بنستخدمها في عالم البيزنس، في الإدوكيشن، في البيت، وأيضا في الببليك، في الأماكن العامة، القطارات والمطارات والتسوق وأشياء كثيرة جدا. فتطبيقات الملتيميديا منتشرة في كل مكان. الملتيميديا كومبوننتس حكينا هي عبارة عن التكست والإيمج والساوند والفيلم أو الفيديو والأنيميشن. السوفت وير باكيجز، طبعا احنا قلنا انه في عنا 5 كاتيجوريز او 5 نحكي مجموعات من اللي هو السوفت وير او البرامج اللي بتخدم الملتيميديا. في عنا برامج البينتينج اند دروينج، والبرامج الثانيه اللي هي للثري دي موديلنج اند انيميشن، وفي برامج الايمج اديتنج، برامج للساوند اديتنج، برامج للانيميشن and digital movie tools. هاي الخمسة باكيجز. طبعا هاي الخمسة باكيجز بترتبط بالعناصر الأساسية الكومبوننتس تبعت الملتيميديا. الملتيميديا هاردوير and software، احنا اجمالا هنا بنحكي انه لما بداجي انا اشتغل ملتيميديا بروجكت لازم يكون في عندي هاردوير بامكانيات او امكانات عالية شوية، وسوفتوير بيدعم هذا الهاردوير بنسخ حديثة. الان في عندنا مصطلحين اللي هو اللينير مالتي ميديا والنان لينير مالتي ميديا. اللينير مالتي ميديا كمثال عليه اللي هو الفيديو. لينير مالتي ميديا كرييتد ان ا سيكونس شيب ذا يوزر دونت هاف ا فول كنترول، يعني المستخدم النهائي او اليوزر تبع هذا المالتي ميديا او البروجكت مالتي ميديا بروجكت ما إله تحكم عليه. يعني بشكل بسيط جدا فيديو أنا راح أقعد وأتفرج عليه، مش راح أتحكم فيه إنه الشخص اللي في هذا الفيديو يمشي ولا يوقف يجري ولا مثلا يقعد، لا أنا فقط راح أشاهد هذا الملتيميديا. أكتر تحكم أنا ممكن أعمله فيه إنه أشغل أوقف هذا الفيديو، يعني تمام إنه أشغله الآن بعد دقيقتين أوقفه أقدم. لكن تصرف الكائنات او العناصر او البيئة اللي في داخل هذا الفيديو انا ما راح اقدر اتحكم فيها. فهذا بنسميه لينير مالتي ميديا، او المالتي ميديا بنسميها الخطية، وهذه طبعا غير تفاعلية نون انتراكتيف مالتي ميديا. فاليوزر هاف نو كنترول اوفر ذا برزنتيشن، جاست سيت باك اند واتش ذا برزنتيشن، بس بيقعد بيتفرج. اكثر من هيك اليوزر ما راح يقدر يعمل شيء. بالنسبة للي هو النون لينير مالتي ميديا، احنا حكينا عنها من شوية انه اليوزر have the ability to move around or follow different path through information presentation. يعني انا داخل المالتي ميديا بروجكت كل يوزر حيتصرف بطريقة مختلفة جدا، كل يوزر مسموح له انه يتحكم في العناصر اللي موجودة في داخل هذا البروجكت، متى تظهر عنده، كيف حتتصرف هذه العناصر. فبالتالي اثنين يوزرز كل الاثنين عندهم نفس البروجكت، لكن كل واحد راح يستعرضه وراح يتفاعل معه بطريقة مختلفة عن الشخص الثاني. فلما انا اجي اعطي اليوزر the ability to move around، يلف حوالينه، يعني مش يلف يعني نحكي يتنقل بشكل سهل داخل هذا البروجكت، or follow different paths انه يمشي باكتر من طريق تمام في داخل هذا المشروع مثلا، بنسمي interactive multimedia. والinteractive multimedia
هي نون لينير، اللي غير خطية، يعني اللي مش ماشي بمسار واحد، بيقدر يعني يمشي اليوزر في أكثر من مسار على أساس إنه يتلقى الانفورميشن الموجودة في داخل اللي هو البروجكت هذا. طبعا بالنسبه للانتراكتيف مالتي ميديا او النون لينير مالتي ميديا، لها ادفانتج انه بقدر انا اعمل كومبلكس دومين اوف انفورميشن كان بي بريزنتد، يعني بقدر انا احط كتير معلومات تمام ومعقد شويه لانها تفاعليه فبالتالي جذابه لليوزر، فانا بقدر ازود يعني كميه معلومات كبيره جدا. لكن هذا بالنسبه للادفانتجز اللي هي مزاياها، لكن عيوبها انه ممكن اليوزر might lose the massive information highway، يعني ممكن يفقد السيطرة على المعلومات الكثيرة اللي ممكن تنعرض قدامه، ما يعرفش هو وين وصل يعني. فهذا الموضوع بده تخطيط بشكل كبير جدا. طبعا هاي الانتراكتيف مالتي ميديا بتستخدم للانسايكلوبيديا، للموسوعات الكبيرة العلمية في المجال العلمي، في مجال التدريب، في مجال الانترتينمنت او الترفيه بنحكي. ننتقل لمصطلح تاني في المالتي ميديا اللي هو الجي او اي، الجرافيكال يوزر انترفيس. بنحكي انه هو الجي او اي عبارة عن خلاصة او نتيجة what gets played back، يعني انا مشغل برنامج والبرنامج هذا بيشتغل played back، يعني البروسيسور شغال، المعالج، الرام شغالة، بيعمله بيعمل عمليات معقدة، لكن انا كاند يوزر بعيد عن هذا التعقيد، ف الجهاز الحاسوب هيطلع لي نتيجة اللي هو العمليات اللي بتتم في اللي هو في الخفاء، يعني تمام بعيدا عن عيني بتتم عمليات معقدة، بيعطيني نتيجتها مباشرة على الشاشة. الشاشة هذه مفهومة بالنسبة إلي كيوزر، فأنا بحكي عنها Graphical User Interface أو واجهات المستخدم الرسومية سهلة الفهم الواضحة. وهذه طبعا في نسخ الويندوز او في النسخ القديمه من نظم التشغيل ما كانتش موجوده، كانت عباره عن كوماند لاين، انا باكتب وبطلع لي نتيجه. لكن اليوم بشكل بسيط، مثال، انا بضغط على زر معين في برنامج مكتوب عليه كلمه ملف، انا فاهم ايش يعني ملف. زر مثلا الحفظ نفترض، بلاقي انه مرسوم في رسمه اللي هي رسمه السيف او الديسك هذا اللي بيحفظ، بدي اقص هلاقي مقص. فهذه عباره عن جرافيكال مفهومة بالنسبة إلي، جرافيكس مفهومة بالنسبة إلي كيوزر، أنا بقى أجي بضغط عليها هو هينفذ الكوماند اللي أنا أعطيته إياه لكن بعيد عني. فالتبسيط في الواجهة وتحويلها لواجهات مكتوبة أو مرسومة بشكل سهل للمستخدم، هذا بنسميه graphical user interface. some of what gets played back، تمام، نتيجة ما يحدث في الخفاء بعيد عني أنا كإند يوزر، and how it presented to the viewer on a monitor، يعني كيف هو بيظهر تمام أو طريقة إظهاره للمستخدم على الشاشة، هذا بنسميه جي او اي. تمام. الآن في عنا كمان شغلة اللي هي authoring tools. authoring tools اللي هي عبارة عن برامج التأليف المالتي ميديا، وفي منها برامج كتيرة جدا إن شاء الله تعالى هذا الكلام حنتطرق له في شابترز منفصلة بعد إن شاء الله بعد الامتحان النصفي. عناصر المالتي ميديا الخمسة اللي حتتفصل في الشابترز الجاية: text، هو عبارة عن collection of characters، مجموعة من اللي هو نحكي الحروف او الرموز، تمام، of a single size and style، من نوع واحد او style واحد، نفس النوع نفس الستايل، belonging to a particular typeface family. وهذا موضوع typeface والفونت ان شاء الله تعالى راح نفصل فيه في الشابتر رقم 2. العنصر الثاني من عناصر المالتي ميديا الفيديو، واحنا حكينا انه الفيديو هو عبارة عن او في منه نوعين، في الانالوج وفي منه الديجيتال، وبرضه هذا ان شاء الله راح يتفصل فيما بعد. لكن بشكل بسيط الفيديو حكينا هو عبارة عن صور، تمام، هاي الصور تعرض بشكل سريع امام المشاهد، فريمز تعرض بشكل سريع امام اللي هو اليوزر او المشاهد. العنصر اللي بعده من عناصر المالتي ميديا اللي هي الايمج، واللي هي عباره عن او بنيجي نحكي عن الديجيتال ايمج، اللي هي عباره عن نيوميريك ريبريزنتيشن نورمالي باينري اوف تو دايمنشنال ايمج، يعني انا عباره عن تمثيل ديجيتال، تمثيل رقمي اللي هو للصور، تمام، وغالبا بيكون 2D، تو دايمنشنال ايمج.
الايمج طبعا في منها اكثر من نوع، ممكن دايجرامز، ممكن بيكتشرز، ممكن هاند درون ايمجز، هاي اللي هو انواع انواع الايمج، وهذا ان شاء الله تعالى تفصل في حينه. الساوند قلنا هو عباره عن physical vibration that travels through the air or another medium، يعني هو عباره عن physical vibration اللي هو نجي نحكي اهتزازات او تضاغطات وتخلخلات في الهواء الجوي. تمام، في الهواء الجوي بتنتقل طبعا عبر الهواء او عبر اي وسط تاني ناقل يكون ناقل جيد للصوت. العنصر رقم 5 في اللي هو المالتي ميديا الانيميشن، واللي قلنا هو عبارة عن visual change over time او التغير في الحالة عبر الوقت. يعني advantages of multimedia و disadvantages of multimedia، هاي اللي هي عبارة عن نقاط ممكن نمر عليها بشكل سريع، يعني مش يعني هي عبارة عن نقاط واضحة ما فيش فيها شرح كتير. تمام، في جزئية ال VR ان شاء الله تعالى هذه مستثناة من الاختبار من المتر، وراح يكون لها شابتر منفصل ان شاء الله تعالى بعد اللي هو الاختبار النصفي. delivering multimedia، لان انا عملت multimedia project، كيف انا راح اوصله للاند يوزر؟ طبعا ممكن من خلال اللي هو الميموري، ممكن من خلال يعني انا من خلال فلاش نوصله، من خلال هارد ديسك، من خلال الانترنت، رفع على يوتيوب، رفع على اي بلاتفورم او منصة تكون جيدة او تكون بتقدر تشغل هذه المالتيميديا. الان the greater the bandwidth the bigger the pipeline so more content can be delivered to end user quickly، يعني لما يكون عندي انا مالتي ميديا بروجكت وانا رفعته على الانترنت، في عندي باندويث عالي، في عندي سرعه انترنت عاليه، فبالتالي انا بقدر ارفع اللي هو مشروع بجوده افضل، والاند يوزر بيقدر يتلقى هذا المشروع الكونتنت وياخده برضه بشكل سهل جدا. فدائما احنا بنبحث عن السهوله في توصيل، في الديليفرينج، في توصيل هاي المالتي ميديا او هاي المعلومات اللي في المالتي ميديا بروجكت للاند يوزر. طبعا في ممكن يكون اللي هو ويب بيزد مالتي ميديا وفي سي دي بيزد مالتي ميديا. الويب بيزد مالتي ميديا كمقارنه هيك بينهم، الويب بيزد مالتي ميديا اللي هو ليميتد ان بيكتشر سايز اند لو ريزولوشن. في الويب دائما المساحات التخزينيه بتكون محدوده، لما بدي اجي ارفع على موقع انترنت مثلا زي الفيسبوك بيضغط هاي الصوره وبيقلل مساحتها التخزينيه وبيقلل بالتالي من جودتها، وهذا كله بياثر على جوده الصوره. ليش؟ لانه في عندي مساحه محدوده انا بتعامل معها. لكن في السي دي او في الدي في دي او في الفلاشات وسائل النقل المالتي ميديا الاخرى، لا كان ستور هاي ان مالتي ميديا اليمنتس ساتش از فيديو، يعني انا بقدر اخزن المالتي ميديا بجوده عاليه جدا ما فيش فيها اي مشكله. لكن في الويب في له ميزه انه كان بي تشينجد دامجد اور اللي هو ديليتد، هاي احيانا بتكون ميزه واحيانا بتكون عيب، لانه انا في الويب طبعا هذه النقطه مع النقطه اللي بعدها، في الويب انا لو كان في عندي تحديث في هاي المعلومات بشكل سهل جدا بقدر اعدل عليها. تمام، ما بيلزمنيش انا السي دي اروح احذفه او اتلفه او اعمل سي دي جديد عشان معلومه صغيره، لكن في السي دي لا، لازم انا اخرب كل هاي المعلومات او احذف كل هاي المعلومات عشان انا اعدل على المعلومه. فالتعديل في الويب اسهل من التعديل في السي دي او في الدي في دي. كمان شغله، انا في الويب لما اجي اعدل على جزئيه معينه هي منشوره على الانترنت، يعني انا ما بدي اروح عند كل اند يوزر بيستعمل هاي المالتي ميديا بروجكت اروح اخذ الملف اللي عنده واعطيه ملف جديد. لكن في السي دي بيزد او في لما بدي اجي انقل على فلاش او على سي دي او على الهارد ديسك، لا انا لازم اوصل لكل شخص بيستخدم هذا المالتي ميديا بروجكت واحكي له لا في تحديث على هاي المعلومه، خذ هذا التحديث الجديد. فبالتالي في الويب بيزد افضل، لكن الويب بيزد ممكن يتدمر، ممكن يخترق، ممكن يتم تشفيره، ممكن يعني ينسحب من الانترنت وما الاقيه موجود بعد فتره. لكن في السي دي بيزد هذا كله بيكون بيرمننتلي ستورد، يعني مخزن بشكل دائم، وانا دائما متاكد ان المعلومه اللي عندي هي المعلومه الصحيحه، ما حدا فات عليها وغيرها. وبهيك احنا بنكون اجملنا شابتر رقم 1، وان شاء الله تعالى بننتقل لشابتر رقم 2 في فيديو تاني. بالتوفيق ان شاء الله.